مساء الخير خوتي المغاربة. أولا بغيت نشكر قناة لو سات تي في على تلبية الدعوة. المشكل اللي عندي اليوم القضايا اللي كتعلق ما بين الموكلين والمحامين، فهمتيني؟ بالنسبة لروسي المشكل اللي عندي أنا بالنسبة لروسي، كنت عطيت الأتعاب لواحد المحامي، وقع لي واحد المشكل مع المحامي زميل ديالو. انا جايكم التفاصيل ديال هذه القضيه. خويا كان عندي واحد الملف ديال نصب واحتيال في 2020، اواخر 2020 كنت عطيته لواحد المحامي صديق واخ الله يعمرها دار، دار لي فيه واحد الاجراءات. السيد غتوفي المنيه، غيتوفى رحمه الله عليه في هذا النهار. واحد رجل طيب كيحترم المهنه، رجل اخلاق، رجل كريم، من بلا ما نقدرش نوصف الاخلاق ديال داك السيد الله يرحمه ونزل على الرحمات. غتنوض النقابه غتعين محامي مكانه زميل ديالو في المكتب هادي باش يخرج هذوك الملفات ويصفيهم ويعطي العباد الله الملفات لي، واللي باغي يتبع معاه راه غيتبع معاه. نهار غنجي عنده اول مره، غنجي عنده للمكتب، قلت ليه انا راه كنت زبون ديال هذاك المحامي اللي مات الله يرحمه زميل ديالك. قال لي ودي راه كنشوفك عنده في المكتب وهذيك. قلت له ودي راه عندي شي وثائق تماك، راه عندي واحد الشيء كان في الكوفر فور بدون رصيد. قال لي ودي راه مني النقابه غتصدر الامر ديالها باش يتحل الكوفر فور ويتحل المكتب ويجردوا الملفات، راني غنعيط لك. عطيني نمرتك. قلت له ودي عطيني النمره ديالك. ما بغاش يعطيني نمرته، ما عرفتش. مني سولت الكاتبه قالت لي ودي ما ديش عليه، ما بغاش يعطيك النمره، ماشي مشكل، حيت الكاتبه ديال المحامي اللي مات كتعرفني مزيان، فهمتيني؟ كاين واحد العلاقات صداقه ديما، كنت كنمشي نريح عندهم في المكتب بحال خويا، ماشي مشكل. ريحنا خويا مده تقريبا واحد 5 شهور، وهو دوك الملفات وداك المكتب ما تحلش. بانوا شي مشاكل خطيره وخطيره للغايه، غيدخلوا ورثه المحامي اللي توفى صديق ديالي 11 وريث، غيدخلوا طامعين في الشيكات ديال عباد الله اللي في الكفر فور بدون وجه حق، معاهم الزوجه ديالو، وشكون اللي غيدخل في الطرف؟ غيدخل حتى الكاتبه حتى هي، غيبانوا شي فضائح خطيره. غتدخل الكاتبه حتى هي كطمع طامعه في هذوك الشيكات، كتقول لهم النص ديال هذوك الشيكات راه ديالي، كنعطيهم ليا الاستاذ الله يرحمه بدون وجه الحق، هما ماشي في سمياتها. بقى هذاك النزاع، اش غدير النقابه؟ النقابه غتقرر بانه ما غيتحلش هذاك الشيء تيلقاو حل، فهمتيني؟ هي كتقول الشيكات ديالي، هما كيقول لك هذاك الكفر فور، كان الكفر فور كانوا فيه شيكات مبالغ كبيره نيت، وكانوا فيه اموال، فهمتيني؟ النقابه غتبقى واحد المده ديال 4-5 شهور تيلقاو حل. الحل اللي لقاو بانه طالبوها بواحد الورقه، فهمتيني؟ ديال واش كاين شي ارتباط ولا شي لعيبه. قالت لهم ما عنديش ارتباط به، صافي السيده عاقبه ويتهرب. بقى عندنا الاشكال ما بين المحامي وما بين الورثه. ها المحامي كيلوح الكره للورثه وكيلوحها للنقيب والنقابه والهيئه، فهمتيني؟ مني تحل الكفر فور وتحل المسائل كنجي عنده ولا كيطالبني، سير جيب لي رساله من عند النقيب وجيب لي رساله من عند الورثه اللي طامعين في هذوك الشيكات وطامعين في الملفات، ولا السيد كيبتز بالاسم ديالو. حتى ما عمرنا ما شفنا هذه الورثه حنا، كاع ما كيجيوش تما، هو كيهضر بالاسم ديالو، فهمتيني؟ النقابة ديك الساعة غتعطيه واحد، تصيفط ليه واحد الرسالة بأنه بعض الشيكات في هذوك الشيكات غيتلاحوا في لي كونت ديال هذوك الورثة. بقاو شيكات ديال شي وحدين حنا زبناء ديال سميتو كانوا بدون رصيد، غيولي يدير معانا واحد الطريقة ديال الابتزاز. راه كاينين عيالات دابا، مرة أخرى نجيب لكم واحد المرة تعاود لك على الواقع المعاناة اللي عاش معاه هذا السيد. هذوك الملفات ولا كيقول لك تعطيني ما يقارب 10000 درهم، والسيد اللي مات دار لي غير معطيات اضافيه والملف خرج لي الحفظ. كاع الوثائق شكايات خدمتهم بالاسم ديالي، والسيد كيقول لي يعطيني ما يقارب 10000 درهم، هو عمره ما خدم لي شي ملف نهائيا، فهمتيني؟
مشيت لمكتب الشكاية المحكمة المدنية هنا بالدار البيضاء المرة الأولى المرة الثانية كيتصلوا به مني كيديروا كيقول لك سير حل معايا المشكل حنا ما عندنا ما نديروا ولا هذا اختصاص ديال النقيب سير عند الهيئة والاختصاص ديالها كنمشي لتماك الهيئة بدون جواب هذاك الكاتب وراني شي طرق كيفاش نحط طلب كيفاش نكتبوا كيفاش الإجراءات هذه من وراء النقيب غيتعرض واحد العملية جراحية الله يشافي واحد المدة صافي تستوب هذاك الشيء السير كنمشي عنده للمكتب ولا كيجري عليا جاي على حقي على وثائق ديالي ولا كيجري عليا السيد بدون وجه حق كيقول يا سيدي ما تبقاش تجي عندي كنقول لي اجي انا وثائق ديال ما جاي نطلبك انا كيجري عليا السيد بدون وجه حق بقينا واحد الفتره السيد النقيب مريض كيمشي عند الكاتب كيقول لك دير ما عندي ما ندير لك راه هو اللي خصو يعطي الاوكي هذاك السيد غيدخل السيد النقيب من وراها غنمشي عنده الكاتب غيدخل عنده غيعطيني رساله وانا من خلال المنبر ديالكم كنأكد انه اعطاني رساله مكتوبه السيد النقيب المحترم كيأكد لي بانه كيأكد ليه بانه يعطيني الوثائق ديالي خرجها الكاتب قدامي الكاتب اتصل بي الو استاذ فلان فلاني راه غيجي عندك فلان بن فلان قال لك سعاده النقيب اعطيه الوثائق والملف ديالو قال لي جي عندي غدا الغد اللي مشيت عنده ما لقيتوش الموكلين بقاو كيتسناو حتى النهار الثالث كيدخل الخميس الصباح كيما دخل خنزر فيا بحال هكا قال لي شوف اسيدي بقى عندي ميل فانا انا غنعطيك كروسي سير عندك من من منك النقابه منك الهيئه هما يعطوك الملف ديالك وخرج فيه عينيه كيتصل بالكاتب خرج فيه عينيه صبنو قال لي شوف اسيدي راه الموكل ديال الورثه دايرين لي هما الورثه راه ما بقى كيجي عندي حتى واحد من النهار خرجت انا للاعلام راه خرجت تقريبا واحد 3 شهور حيت انا كنت كنمشي عند المساعده ديالو ملي ما كيكونش هو قلت له ودي الاخت ديالو ديال المحامي الله يرحمه والمراه ديالو ملي خرجتي للاعلام راه ما بقى قادر حتى واحد يجي حيت هذاك الشيء ماشي قانوني واش الوثائق اللهم ان هذا منكر وزاره العدل والوثائق ديالنا السيد ما خدم ما والو وكيبتزنا في الوثائق ديالنا انا تلاقيت مع عيالات باغين وثيقه ديالهم كتكون عندها شي وثيقه ديال الدار شحال هذه باش كانوا دايرين قضايا كتجي عنده كيقول لها سيري لله عند النقابه خلصيهم وجي تاخذي الوثيقه ديالك بدون وجه حق اللهم ان هذا منكر واحد شويه مني غنرجع للهيئه ما عرفتوش عمر عليا الكاتب ما عرفتش قال ليه مني عمر عليا الكاتب دار عليا الكاتب انا رجعت للور فهمتي حتى لواحد النهار غنتلاقى مع الكاتب في الحي ديالنا لقيته بانه بالحي شرحت ليه الوضعيه ديالي انا لقاني بائع متجول فهمتي مني غنجيب لينا 10000 درهم واش نقش راسي هما مجرين علينا دابا مني غنسمي لقيت حتى ما ناكل انا عاد نجيب لك انا 10000 درهم ما كاش درتي لي راه شي قبض من رصيد هذاك بأي وجه حق بالفعل السيد بقيت فيه هذيك اللي جي عندي مشيت عنده نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث دخل عند النقيب شاف الاعضاء ديال النقابه كيتصل بي قدامي الكاتب كيقول ليه شوف الله يرحم لك الوالد دير على وجهي فهمتيني عطيه الوثائق ديالو السيد النقيب راه عطاك رساله كيقول لي شوف والله لا شد هذاك الشيء والله لا شد من عندي الوثائق الا عطيته هذوك الوثائق كيهدد فيهم فهمتيني باي وجه حق انا كنطالب من السيد النقيب يعطيني الوثائق ديالي فهمتيني واش معطيات اضافيه يقول لي 10000 درهم كاينين وثائق ديال شركه وهميه كاينين دي كوبي ديال الشيكات كاين شيك بدون راسي تماك اللهم ان هذا منكر فهمتيني وكنطالب من وزاره العدل دابا بزاف الاسر بزاف الاشخاص دابا عندهم قضايا مع محاميين حيت حنا فين المشكل اللي لقيناه معاه راه كاين 40 موكل من غيري انا المشكل ديال الروسي هذا كان خونا وحبيبنا كيحترم البدله وكيحترم المواثيق الدوليه ديال هذيك البدله الشريفه فهمتيني يستحي انك تقول لي عطيني روسي الاخلاق والمعامله وبزاف الحوايج الغالبيه دابا ما كياخذوش روسيات من عند المحامين ديالهم لا قدر الله داك السيد مات كنموت علينا حق كينوض كيجيك شي محامي روفيكس كيقول لك جيب لي الروسي ولا تعطيني القد والقد باي وجه حق هذا يا وزاره العدل اللهم ان هذا منكر واسمحوا لي اخوتي المغاربه انا طولت عليكم شكرا ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في